بالفيديو رافضون لنتائج الانتخابات ينصبون المشنقة للكاظمي. حيث أقدم المتظاهرون الرافضون لنتائج الانتخابات اليوم الجمعة على وضع مجسم لرئيس الحكومة مصطفى الكاظمي على مشنقة الإعدام قرب المنطقة الخضراء وسط بغداد، وحلق طيران مكثف اليوم فوق سماء المنطقة الخضراء والمناطق المحيطة بها بالتزامن مع قيام المتظاهرين الرافضين لنتائج الانتخابات بحملات تصعيد احتجاجية. وبحسب مراسلنا فإن تحليق الطيران جاء بعد حملات التصعيد الاحتجاجية التي قام بها المتظاهرين أمام بوابة المنطقة الخضراء الرافضين لنتائج الانتخابات. وكان المتظاهرون قد رفعوا اليوم الجمعة من حدة حملاتهم التصعيدية بالقرب من المنطقة الخضراء.